بغيت نقول واحد القضية، بغيت نذكر بأن جلالة الملك حفظه الله في خطاب ملكي سابق بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء قال بأن المغرب يمد يده لإخوانه في الجزائر لإجراء حوار بدون شروط على أساس بناء علاقات جديدة تحفظ مصالح الشعبين والبلدين. هنا كندور بأنه احنا جيران، احنا تقريبا احنا خوت، راه ما عندنا الا نتفاهموا ونتعاونوا، ولكن مع احترام حقوق واحترام كرامة واحترام مصالح كل طرف للطرف الآخر، والوحدة الوطنية والترابية مصلحة عليا لا تساهل فيها. لذلك احنا نتمناو نوصلوا لهذا الحل الذي يحفظ المصالح ديال الاتحاد المغربي ويمكن بناء الاتحاد المغربي ان شاء الله.